هلا عنا معناتها بالنسبة للملوية الخمج بالبلوية البوابية is associated with يترافق مع قرحة عفيجية أو يترافق، انتبهوا بالله ترجموا لي أنت. شو يعني؟ يعني هلا كل مريض عنده ملوية 90% من مرضى البلوية عندهم قرحة عفاجية هيك يعني؟ لا يعني المرضى القرحة 90% من القرحات الفجية تبقى في البلوية البوابية. تمام هذا اللي بدي. فأنا كنت خايفة إنه حدا يجي ترجمة، بالعكس أحسنت ممتاز. هلا تمام فهمنا شلون يعني الملوية مثل ما قال مسؤولة عن 90% من القرحات العفجية، يعني هي مترافقة تمام، هي السببون 90% للعفجية وللهدول المعدية 70. هلا عنا بالنسبة لعلاج الملوية دراماتيكالي، شلون نترجم دراماتيكالي؟ دراماتيكالي مو يعني دراما؟ عكس تماما. على فكرة يعود الفضل بفهم معنى هذا الكلمة بالنسبة لي هو للأستاذ كاظم، المحاضرة الوحيدة بحياتي اللي حضرت لها بالإنجليزي، وتأنى ليش كلمة دراما من وين جاية، وانت إذا بدك تترجميها شو تترجميها؟ بترجميها بشكل سريع ليه؟ هلا الدراما المسلسلات مثلا بيعرضوا لك، أنا من كتر ما بشوف مسلسلات ما بعرف شو في مثلا مثال ببالي، ما بعرف غير باب الحارة، انه مثلا بحطوا لك شفتي قديش حقبة من هالزمن هذا الطويل، مدري من ايام الفرنسيين لايام مدري مين، خلال شو 30 حلقة، هدول عمليا 30 ساعة، انا لخصت لك شو، لخصت لك 30 سنة. فانتي الدراما جاية من تتالي احداث سريع، فانتي بترجمي دراماتيكالي من كلمة دراما بترجميها بشكل سريع تمام. فهو وقت شرحها بهالطريقة وأنا حبيت بصراحة كتير هالشرح دراماتيكالي. هلا أوقات بشوفها بالعربي مترجمة دراماتيكالي، بس بصراحة أنا متأكدة إنه قلائل اللي بيعرفوا شو يعني دراماتيكالي ومن وين جاي تمام. فهي جاية من الدراما، إنه شلون بنعرض المسلسل بشكل سريع بيلخصوا لك فيه أحداث طويلة فبترجميها بشكل سريع تمام. فإن علاج الملوية البوابية أو بشكل كبير تمام، بشكل سريع بشكل كبير بشكل مهم يخفض معدل النكس تمام. فيك تقولي بشكل سريع ومهم أو بشكل مهم يخفض معدل النكس تمام، نكس الداء القرحي. هلا عندك 90 إيه بتنخفض يعني القرحات بهالنسبة هاي بنسبة 75 ل 90. هلا عملوا لنا انه 50 ل 60% من المرضى عندهم نكس بعد العلاج المثبطات الهستامين او مثبطات مضخات البروتون الون الون اف كذا كذا. شو يعني؟ من دون شو؟ من غير استخدام يعني عليكي من غير استخدام الصادات الحيوية، فمعناتها ننتبه كتير لأنه من دون الصادات في عندي نكس. هلا هون ككلمات جديدة بس ان ننتبه لدراماتيكالي من وين جاية اصلا، انه من اصلا جاية من الدراما بس عشان نعرف، وانه ترجموها بشكل كبير او سريع او مهم، سريع ومهم ممكن اللي بدكم. والريكورنس نكس الريكيور تبعها ينكس، والإيراديكيشن ما ننسى هذا المصطلح هو استئصال ملوية، وانتو بين قوسين حطوا صادات عشان تفهموا انه هذا الاستئصال بيتم بالصادات وليس بالشو. في كتير طلاب بيفكروا ان الملوية بقضي عليها بالبي بي اي، انتبهوا للقصة. unfortunately لسوء الحظ فان الريجيمين، شو قلنا سيرابيوتيك ريجيمين؟ ذكرتوا لما اخذنا ريجيمين من بقصة التهاب الجلد والعضلات شو قلت لكم؟ ترجمتها من ترجمة ولو ما اجى قبلها كلمة سيرابيوتيك، شو قلت لكم ترجموا لي اياها؟ نظام علاجي تمام. فهون حاطين لكم اياها مع كلمه ثيرابيوتيك فصارت لحالها نظام علاجي. النظام العلاجي بالنسبه للملويه شو هو؟ hasn't been sufficiently standardized، سئله شوي الجمله، to offer a single recommendation. هلا اللي بيفهم هي الجمله بيكون مخضرم، حاول تفهموها شوي شوي. اول شيء النظام العلاجي لسوء الحظ، نظام العلاجي لهي الملويه شبو نظام
ما في ملوخية ستاندر، وياه ما في ستاندر معين. ما ايه كملي صار معيار. كمل كمل انت. to offer a single، شو يعني to offer a single recommendation؟ offer يعني يقدم، حساعدكم. offer يعني يقدم، و single مفرد. توصية. حلو، يعني توصية مفردة. ايش بس شو المعنى العلمي صار؟ انه ما فينا نعطي دواء واحد او يعني عليكي علاج وحيد يعني. يعني عليكي، ممتاز. مع تلك سوء الحظ فان النظام العلاجي للملوية البوابية ليس فعالا او لا يملك مثل ما قلتي شو نقول عليه ستاندر، معيار علاج معياري، تمام، ليقدم توصية وحيدة. يعني أنا ما في عندي مثلا نظام واحد وامشوا عليه، وإنما بتجربي لك أوقات كذا نظام. بتجربي أول شيء علاج ثلاثي، بتعطي مثلا الكلاريسترومايسين مع شو كان اسمه هذا، أموكسي مع شو التالي، مع مثلا بي بي اي. ما مشي الحال او لقيتي مقاومه على البنسلين يعني على الاموكسي، بتغيري بتعطي هدول الماكروليد. ما مشي الحال ممكن تغيري اذا لقيتي مقاومه على احدهم، تعطي مثلا والله مترونايدازول. ما مشي الحال بدي اشوف في دواء كمان بيزموس، املاح البيزموس، في كذا دواء بتحطيهم. وحتى حاليا عم يضيفوا من هدول الفلوروكينولونات، يمكن كان عم بيضيفوا السيبروفلوكساسين، ما بعرف اذا انا مخربطه. بس المهم انه صار فيك عده صادات، ما في والله بس علاج واحد، توصيه وحيده، علاج يكون فعال ستاندر. يعني حطيتيه كمعيار، ما في عندي شيء معياري بشكل كافي انك تحطيه كمعيار وحيد، يعني يكون توصيه وحيده، يقدمك توصيه وحيده، لا بتلاقي عندك كذا خيار. تمام، هيك معنى الجمله، وجدا برافو عليكم. الكومبينيشن ثيرابي بالنسبه للمعالجه المشاركه، العلاج المشارك، شو هو يلي نمزج يعني كذا مشارك، شو بمزج، شو بحط، شو بخلط الأدوية مع بعض، شو بعطي بي بي آي، واثنين من أربع صادات، الكلاريستول اللي عليه الأموكسي، حلو مع الزيت مخي تذكروا، والتترا والتمام المترونيدازول، هدول هن is most commonly used، هدول الأشياء استخداما. هلا other therapeutic regimes، الأنظمة العلاجية الأخرى شو بتتضمنها اللي قلنا عليه البيزموس، ومع اثنين تانيات، صادين تانيات، زي يورياز تيست، اختبار اليورياز، هي بتعطي يوريا انه موسوم تبع السي او 2، هي واختبار النفس ومدري شو دول كلهم. عم يقولوا لكم هاف ا سنسيتيفيتي، يعني حساسيه فوق ال 96، والسبيسيفيكي السبيسيفيتي هي النوعيه فوق ال 99. الحساسيه هي قدره اختبار ما على كشف حاله او شيء معين عم بحث عنه، اما النوعيه هي مدى اختصاص هذا الاختبار بانه يكون ايجابي بحاله معينه دون غيرها. تمام، وين دوادنا لا عندما القرحات العفجيه عندما تظهر القرحات العفجيه عند المرضى الشباب او الصغار في السن، خلينا نقول مع اعراض او مع سمات او مع ملامح نموذجيه، فان التنظير الهضمي العلوي ليس ضروريا دائما لتأكيد التشخيص. انتبهوا لي بالله الجملة كان لازم نخليكم تحاولوا فيها. تمام، عندما تظهر عند المرضى الصغار بالسن فإن مع ملامح نموذجية، فإن شو التنظير الهضمي العلوي ليس دائما ضروريا لتأكيد التشخيص. وآخر شيء بالنسبة للفولو أب يعني المتابعة، تمام، التالي المانجمنت، التالي اللاحق، والبريفنشن بالنسبة للوقاية. حاطيكم أسماء صادات، كلهم هدول أسماء صادات وأدوية. تمام، الكونسيلينج بالله ننزل لعند كلمة السيرجري، النقطة الثانية الأولى عفوا السودا، سيرجري الجراحة للاختلاطات الشديدة، ما في شيء هون عندكم إنه نزف not responsive to local therapy. شو يعني هذا الحكي؟ شو يعني علاج موضعي للنزف؟ مين هذا العلاج الموضعي للنزف؟ بعالج نزف موضعي أنا؟ يعني عليكي، ممتاز. تخسير التصليب المدري شو، الربط مدري شو، بمواد كيميائيه بصلبوا فيها، ممتاز رائع. الانسقاب او الانسداد، ممتاز. هلا عندي القرحات، على الرغم من ان القرحات العفجيه لا تترافق مع، كملوا، حدا جديد يحاول هالجمله، على الرغم من تمام، على الرغم من ان القرحات العفجيه لا تترافق. كملي بشرى. بشكل نادر جراحة،
ريفركتوري شو قلنا عليها؟ ريفركتوري المرة بحالة الزلاقي، تمام. ريفركتوري كيسز شو صارت؟ الحالات معندة قد rarely require. شو يعني require؟ بحطو لكم على الفيسبوك. تمام، تتطلب نادرا جراحة يعني. تمام، فإن الحالات المعندة نادرا ما تتطلب جراحة. هلا الكونسلينج ان النصح او الاستنصاح، نصح المرضى بانه يتجنبوا الاكسس فائض الانسان والتدخين والكحول وكذا، لانه يمنع شفاء القرحات لكنه لا يسببها. هاي الملاحظه الدكتور رائد بقدسها، اتوقع انها سؤال وطني هالسنه، كتير بحب هاي الملاحظه، ما بعرف اذا جاي قبل هالمره بس كتير بحبها، انه التدخين والكحول ما بيأثر، ما بيسبب القرحات انما يبطئ شفاءها. البلاند النون سبيسيفي دايت يعني الحمية الخالية، خلينا نقول من التوابل او من هالحد يعني، لا تساعد. nor does removing spicy food from diets، يعني انه خلينا نقول ما بتساعد بعد ما تشفى القرحة، بعد ما تصير القرحة. ما عارف كمان هيك انه في عليها اختلاف يعني، هلا يمكن قديما كانوا يقولوا انها تسبب ايه. خلاص، واخر شيء انه عملكم لا تترافق مع الملوية مع الجلد، تمام، يكفي.